إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فقد ثبت في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. عباد الله، كل نفس بما كسبت رهينة، والإنسان مسؤول عن نفسه بما عملت. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إنه ميزان علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. قال جل وعلا: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. وقال سبحانه: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال سبحانه: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وقال جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وقال سبحانه: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال سبحانه: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال سبحانه: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. الله أكبر! إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. تلك هي الآيات العظيمة التي وردت وتليت على مسامعكم، تبين أن الفرد هو المسؤول في تحمل نتائج هذه النفس، في أوضح صورة وأقبى عبارة في تأكيدها. فنجاتك يا عبد الله يوم القيامة هو مشروعك أنت، وليس مرتبطًا بغيرك، بل مرتبطٌ بك أنت. ولن تُعذر بتقصير الناس، ولا بانحراف المشاهير والمغمورين وخذلان الأقربين والأبعدين. دنياك اختبارٌ لك وحدك. يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضرُّكم من ضلَّ إذا اهتديتم. فاعمل لنفسك يا عبد الله، واجتهد لنجاتها والفوز بالفوز بالجنة. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ف
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم إنا نسألك الفوز في الدنيا والآخرة، ونسألك النجاة يوم لقاك، ونسألك أن تخرجنا من هذه الدنيا وأنت عنا راض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. عباد الله، إن العبد سيحاسب يوم القيامة، سيحاسب بنفسه، يحاسبه ربه ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. سيحاسب يوم القيامة عن أوقاته وعن عمره وعن كل درهم أنفقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه الترمذي. فاحذر يا عبد الله أن تكون عوناً للمفسدين في نشر الفساد في البلاد، فاحذر يا عبد الله أن تكون عوناً للمفسدين في نشر الفساد في البلاد. إياك أن تغتر بكثرة الهالكين، واحذر أن تتصل بهذه البرامج الهابطة تشجيعاً لمتسابق، فتنفق مالك في تفاهة وسفاهة، فيكون هذا عليك وبالاً يوم القيامة. واحذر أن تستخدم جهازك في نشر الفساد والشر، سواء كان على بلدك أو على دينك أو على مجتمعك، بل تكن صفحتك صفحةً طيبة. واحذر أن تكون صفحتك على برامج التواصل تلك أو غيرها سيئات جارية عليك. احذر أن تتحسر في قبرك وأنت ترى السيئات تصلك إلى بعد موتك وتتضاعف عليك بسبب ما خلفت من آثام اقتدى غيرك بك، فكنت سبباً في ضلاله وفساده. عباد الله، شتان بين من ينشر المعاصي والآثام وبين من ينشر الخير والحق، شتان بين من يستخدم وقته في مرضات الله جل وعلا وبين من يستخدم وقته في الباطل، شتان بين من يستخدم وسائل التواصل ومواقعها في صلة الأرحام ونشر الخير ومن يستخدمها في المعصية ونشر الفساد، شتان بين من ينفق أمواله في طرق الخير فتجري عليه الحسنات وتربى له كما يربي أحدكم فلوه حتى تبلغ مثل الجبل، وبين من ينفق ماله في الباطل فتجري عليه السيئات. ألا طوبى لعبد أجر الله الخير على يديه. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. رواه ابن ماجه. وكما تجري السيئات على أصحابها بعد وفاتهم، فكذلك الأعمال الصالحة تجري لأصحابها بعد وفاتهم. فطوبى لعبد أنفق ماله فيما ينفعه بعد موته، ووفقه الله لأبواب الخير فجرت حسناته بعد مماته. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه،
ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته، رواه ابن ماجه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ألا وصلوا وسلموا وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي العظيم والقائد الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الأطهار، ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة. أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعلنا وإياه وولي عهده من عبادك وأوليائك المقربين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا لهم من البارين، واجعلهم عنا راضين، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. تول أمرنا وأصلح شأننا واغفر ذنبنا واختم بالصالحات آجالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.